أجيال كثيرة لم تسمع عن الاستاذ أحمد بوكماخ مربي الجيل الذهبي لا نادرا. لقد كان لابن مدينة طنجة الفضل في وضع لبنات المنظومة التعليمية المغربية في فترة الاستقلال دخل الميدان من بوابة المسرح. فاصلة عاش ظروف عائلية صعبة حيث زاوج بين آل عمل ولدرس. تحمل المسؤولية فيسن مبكرة بعد سجن ولدها بسبب وطنيته. انخرط فيال السياسة وكان مسرح سيرفنتيس فضاءه لطاطير الأطفال من خلال مألفات عبد الله كنو. اعتزل آل السياسة للة فرغ للتا ليف آل فعدت مألفات فيهبي الميدن آلة علي ميكال فصح ولا الرياضية. كان يعتمد في محتوى الديدكتيكي على الذاكرة البصرية مستعينا بالرسام أحمد شبعة والكاريكاتير أحمد الشلتوف. ورغم استغناء غير مبرر لهذه المقررات فقد لقيت إقبالا منقطع النظير حيث استمرت في الإصدار حتى 2013.